كابتن سيد خروجكم بقى من النادي ومروحكم الاوتيل، انا فاهم دلوقتي انه هتطلعوا الطياره، كله مشي تمام، كله سليم، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حاجه؟ انا يعني الحمد لله احنا داخلين على المطار قدامنا حوالي 10 دقائق او ربع ساعه، يعني طيارتنا كده بتوقيت الساعه 10:30 يعني اللي عايز اكل عليه بس يا استاذ عمرو يعني عشان يبقى ده مفهوم حتى لجماهيرنا، احنا قلنا للعيبه على طول، وكابتن خطيب دخل بعد اللقاء مباشره للعيبه وقال لهم اللي في مصر هيبقى اصعب، اللقاء اللي في مصر هيبقى اصعب، احنا حققنا 90 دقيقه هنا فوزنا بيها، لكن ال 90 دقيقه الثانيه هي الاهم، هي اللي هتحسب، والنهارده كان نص خطوه عملناها بخطوه كويسه لكن في النهايه ما اتحسمتش لسه يعني، فاللي جاي هيبقى اصعب، لازم جماهيرنا تبقى عارفه كده، اللعيبه بتاعتنا تبقى عارفه كده ان المباراه اللي هتبقى في مصر هتبقى اصعب كتير من رد. مصر هيبقى فيها جمهور؟ احنا طلبنا وهيبقى في تقريبا اجتماع يوم 20 باذن الله تقريبا بكره يعني ان شاء الله وهيتحدد يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ الف مبروك وكل يعني تحياتنا وتحياتي للفرقه كلها، وشريف شريف الحريف المخيف جايب جون جميل وانا فرحت بيه النهارده.